السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع إن شاء الله يعجبكم. هو عبارة عن إيه؟ إن أنت بتقدر تعمل الصورة من خلال تكست، لكن الموقع ده ميزته إن هو فيه محركات كتير أكتر من محرك. يعني الموقع بيبقى فيه محرك 2 3، لا ده ما شاء الله كتير. وهو بيديك كل يوم 100 نقطة، أنت أول ما تشترك بيديك 50، وبيديك كل يوم 100 نقطة تبدأ إن أنت تعمل مودرن، كل يوم تنزل لك نقط جديدة. ولو شاركت الرابط مع حد، الرابط اللي من خلال حسابك، يعني هتيجي هنا تمام وتقول له شير تو جيت اديشنال كريدت، يبدأ يديك نقط. انا استخدمته مرة واحدة فخد سحب مني نقطة. تمام، طيب خلينا اقول له ورك سبيس. ورك سبيس اللي هي منطقة العمل اللي هنبدأ من خلالها نعمل الموديل بتاعنا. دي مثلا حاجة انا كنت عملتها قبل كده. ممكن بقى تبدأ تكتب التكست اللي انت عايزه. هنا مثلا هتكتب بالبرومت الحاجة اللي انت عايزها، وتكتب هنا النيجاتيف برومت. تمام، وتبدأ تختار بقى من هنا الموديل. بص بقى كام موديل عندك. تمام، ممكن تقول له اول، يبدأ بقى يجيب لك محركات كتيرة جدا. ممكن تقول له انا عايز الحاجات اللي هي بتاعة الكاركتر، عايز الحاجات الخاصة بالجيم، عايز الحاجات الخاصة بالكرتون، عايز الحاجات الخاصة بالكونسبت، طبعا عايز الحاجات الخاصة بالمعماري. كل دي حاجات تقدر انت تستخدمها بحيث تطلع الموديل اللي انت عايزه. تمام، يعني ممكن تقول له رياليستيك، يبدأ يجيب لك كل الموديل الرياليستيك اللي انت تدرب. كل واحد من دول بيبقى محرك، تلاقي موقع كامل قايم على واحد فيهم بس. تمام، ممكن تقول له عايز كارتون، عايز بيلدينج، عايز انيمال تول، زي ما انت عايز. تمام، ممكن تختار مثلا حاجة بالشكل ده بالشكل ده زي ما انت عايز. اخترت مثلا تقول له سيلكت. تمام، وتبدأ بقى ممكن لو انت عندك صورة تديها له، فهو يبدأ يشتغل على الصورة دي ويعمل لك صورة من خلالها. يعني اديته صورة مبنى مثلا وقلت له ايه، خلوه له طويل، خلوه له قصير، طب حط له حواليه خضرة زي ما انت عايز. طيب الاسبكت ريشيو، بحيث ان هو عايز الصورة مثلا تكون مربعة طول قد العرض، او عايزها بورتيه او لاند سكيب. تمام، الميثود بقى اللي موجودة تبدأ كل مرة تجرب واحدة فيهم وتشوفها. طيب عايز تعمل مرة أو صورة أو صورتين أو 3 أو 4 زي ما أنت عايز. طبعا 4 صور مش هيطلعها لك نفس الشخص. أنت مش رايح تصور تقول له صورة 6 في 4 عايز 4 صور، لا كل صورة مختلفة، يعني كأنك بيطلع لك 4 صور مختلفين. تمام، فمعانا نقط نبدأ نطلب بقى. طيب بسرعة هو طلع لي ال4 صور بالشكل دوت. تقدر انت بقى تقول له انا عايز مثلا سبايدر مان، سوبر مان، عايز مبنى اخضر، جرين بيلدينج مثلا. حد يقول لي انا بكتب عربي جرين بيلدينج. تمام، وتقول له جنريت، يبدأ بقى يعمل لنا الصور. هو يفضل محتفظ بالصور ديت لمدة شهر بس. عادي تقدر انت تكبر الصورة، تقدر تعدل اللي عليها، تقدر تعمل لها داونلود وتسيفها. اهو عمل لي 4 صور، ال4 صور ملهمش حقوق طبع، دول بتوعك انت. تمام، تقدر تستخدمهم زي ما انت عايز، تقدر تعمل لهم بابلش، تقدر تعمل لهم داونلود زي ما انت عايز. تمام، تقدر تعمل اب سكيل، تبدا تكبر لك الصورة بالمقاس اللي انت عايزه، يبدا يعمل لك الصورة دي على كبير. طيب خلينا نختار صورة كده ونقول له افتر ديتيلر، حط لنا بقى شوية ديتيلز معينة. ممكن تكتب له بقى ديتيلز تمام زي ما انت عايز. مثلا عايز تحط مثلا بالإنترنت. طيب تقدر تقول له جنريت وهكذا. فتقدر تعمل صور جديدة زي ما انت عايز. ممكن تقول له مثلا عايز شخصية مشهورة. ممكن تختار اي شخصية من هنا.
كات Arabic cat ونقول له generate وهو الموقع لسه في مرحلة الانتشار، فممكن بعد فترة تلاقي ان هو بيطلب فلوس، فانتظروا فرصة وجربوا الموقع براحتكم وجربوا كل اللي مسك فيه. فبدأ يعمل لنا قطة والخلفية بتاعتها ستايل عربي، تقدر تكبر اي صورة فيهم وتقدر تغير زي ما قلنا البيزك موديل، لان في كتير جدا ستايلات كتيرة جدا. تمام، ممكن تدخل هنا على الفود بتشوف الحاجات الخاصة بالفود، معرفش ايه علاقة دي بالفود، انا شكلي فهمت غلط ولا ايه. على العموم يعني ممكن نطلب منه يعمل لنا كشري ولا حاجة. شاورما مش عارف هيفهمها ولا لا، ونشوف. تمام، المقصود ان انت تقدر تجرب عادي براحتك، مش هيحصل اي مشاكل خالص. جرب واغلط وشوف صور تانية وتعامل مع الموقع لحد ما يعجبك ان شاء الله. هسيب لكم الرابط اسفل الفيديو باذن الله.